السلام عليكم، واش راكم البنات؟ صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا يا البنات، لا مفر من بوتاجي. المهم اليوم ان شاء الله راح نعطيكم يعني معلومتين، ان شاء الله زوج معلومات ان شاء الله نقدر نفيدكم بهم. اول حاجه البنات، راح نحكوا على لي لافيت. البارحه كنت شفتوا في المشتريات الشهريه ديالي كان خاصني لي لافيت، شريتهم، وهذا الحبل تاع السلك اللي ما نقدرش انا نستغنى عليه في المطبخ ديالي. اكو شفتوا شحال يعني اون فيتاس، يعني ينقي بطريقه سريعه، وسورتو هذا تاع الاينوكسا، انا تاع الحديد ما نستعملهمش. نعطيكم واحد المعلومه مدها لي خالي صافي تري لونطون. واحد النهار كان شافني نغسل يعني بهادو مالي لافيت، قال لي يفو فيغ تري اتونسيون علاه، بيسكو هو كان يخدم في ريستورون يعني في فرنسا على كل حال، وكانوا يمنعوا عليهم هادوما. علاش؟ صح كيما دوك انا هادي، يعني خليتها لكم برك، انا هادي راح نرميها ما نستعملها في حتى بلاصه. اكو شفتو بلي البنات كي نغسلو بهم يبداو يتفتو، يبداو يطلقوا لنا فتات، تلقاو فتات هكا في يدنا. يا خي البنات، هنا كي تشوفوا السلك خلاص طاب ولا يتفتت ديريكتومون في لا بوبال. علاه؟ بيسك قادرين كي نعودو نغسلو بهم يطلقوا لنا هذوك الفتات ما نشوفوهمش في طنجره، قدره، بعيد الشر طبسي، ولا تروح مع الماكله، ولا باغ اكزومبل هذيك اللي نشفوا بها لا سالاد تروح مع بعيد الشر شلاضه. المهم خفت، سي فري كي قال لي جي تروفي سيتي لوجيك واش قال لي مالاتيك، سي بور سا لي منعوهم عليهم. انا ما نقدرش نستغنى عليها، لكن يعني غير تبدا تتفتت نرميها. فوالا، وراح نحكي تانيك على لافيت. لا لافيت البنات، يعني هنا هذه المعلومه الاولى، كي تشوفوا بدا السلك تاعكم يتفتت ارموه. وبالنسبه للافيت، على بالكم بلي لافيت هذه اللي يعني نغسلوا بها تلم البكتيريات. علاش تلم؟ باسكو تضل في لوميديتي، تضل في الماء. يعني قلت لكم ديجا النصيحه اللي مدتها لكم وريت لكم واش ندير انا. انا غير كمل نغسل الماء ديالي، يعني نقطر هذا الماعون اللي ندير فيه مالافيت ونحطه في يعني في الطاقه ديالي ينشف، باش كي نجي نستعملو يكون كومون ماشي يلم لي البكتيريات. وكي نكمل فان جورني نحاول انني ندير قطرات من الخل، نخليها ان مومون في الخل، ومن بعد تيك نشللها ونحطها تنشف، هكا تقعد معقمه يا خي البنات. وهنايا باغ اكزومبل لافيت اللي كانت عندي، ها هي ليك البنات، شوفوا لافيت هذه اللي بدلت، هذه اللي كنت نغسل بها. شوفوا هنا لا ماتيغ مازالها، والله صدقوني تحك حرشه كيما كي شيتها مع الاول. بصح البونش ديالها لداخلها وليك شوفوا كلي يعني هبط ما ولاش يابس، لكن انا هاديه، انا ماذا بيا كنت عارفه نحب نروح في الماء. بصح دوك انا هادي نديها للصال دو با، مازالها تزيد تجوز معايا. هاهم ليك لي لافيت، انا وريت لكم واش نشري البنات. انا هادي ميدينات كي هضرت لكم عليها، بيسك سي ان برودوي اللي يجيب حاجه ما شاء الله. لي برودوي يعني مازال ما شفت برودوي تاع ميدينات ما قنانيش فريمون. لي لافيت ديالو دايوغ اكو فوز افي كونفيرمي، ما يفناوش هذا السلك تاعهم فريمون ما يفناش. انا خلاص حتى يكون يولي يروح فيها كامله باش يعني نقدر نستغنى عليه. انا عندي تاع سال دو بان، حاشاكم تاع تواليت، تاع البالكون، تاع الدروج، يعني كل واحد دايرته في باطا وحده ومخلياته دو كوتي. قلت لكم انا يا هنايا هذا دوك نديه الاستعمالات واحده اخرى، والباقي راني وريت لكم كيفاش يعني نتعاملوا. ميم السلك دوك انا كيما باغ اكزومبل هكذا شريت البارح، دوك انا يفو كونتي كلكو موا يعني شهور ما زيدش نشري حتى فريمون يولو قلت لكم يتفتو، ما نجي زعما نحطهم في جهه واحده اخرى، نرميهم ديريكتومون. فوالا، هذه بالنسبه يعني النصيحه الخل، ما تنساوش تعقموا لي لافات ديالكم في الخل وتحطوهم ينشفوا، ما تخلوهمش مثلا تغسلي المعن وتخليها هكذا على الغلا، ولا خليتي شويه ما هنايا، ديري بيان في بالك راكي تغسلي معنك بالميكروب، كلي زعما تيكا كي تغسلي معنك ديري البكتيريات وكي تسقيهم في معنك. انا ماكغي عندي لافيسيل البنات، بصح صدقوني دائما يعني دائما المعن في البوتاجي دوك الكبار اللي ما يدخلوش كيما لي كوكوت مينوت، هما يتغسلوا بصح يدوا لي بلاصه يا اخي، يدوا لي بلاصه سكيفي جو بريفير، ولي غون بلاطو جو بريفير نغسلهم بيديا. تاني السله اللي كامله عندكم، كامله السله تاع المعن، هذه السله تاني كيزم لها عنايه. لو كان مثلا غسلي المعن وحطي ومن بعد تولي كايم لك كامله هنايا الدود وهذاك، ماشي وسخ بصح الميديتي الميديتي، ومن بعد تولي على تولي اون فورم دو كالكير. واش نقول لكم، الماعون ديالكم يولي كي تحطوا الماعون ماك اللي غسلتوه، لكن كي تحطوه راهو يلام بكتيريات اللي ما قدروش حنا نشوفوهم بالعين المجرده. هذه بالنسبه للفكره الاولى. دوك نروحوا الفكره الثانيه اللي حبيت شحال وانا حابه نهضرها معاكم.
وقبل ما نروح للموضوع الثاني، البنات اللي شافت باللي ما عندهاش الوقت ما تقدرش تعتني بسلل تاع الماعن، ما عليها غير تشري هاد لي تابي. البنات هاد لي تابي اللي جايين يعني يمصوا الماء، اكو يعني شاركتكم نهار اللي شريتو. ها هو لي كيفاش نحطو هنايا، ها ونقطر عليه ماعني. يا اخي تقطروا عليهم ماعنكم ان فوا يقطروها ويولي مشمخ تنشريه، وساعه على ساعه تغسليه وخلاص. ما تحكي ما كما قال الاخر، ما تعير روحك ما والو. الحمد لله كاين التاويل دو كاين لي سوليسيون. واللي ما عندهاش باش تشري ان تابي كيما هذا اللي يدير، واش نقول لكم 35000 كيما الكبير هكا 38000، اللي صغير عليه كل وحده على حسب ما عنها. ما عليها غير كي تستغنى على كاش سربيته خلاص، ما ولاتش تحب تستعملها تحطها تعود تقطر عليها الماعن. ودرك البنات راح نحكي لكم على هذا المنظم اللي شاركت معكم هذه الفكره. لقيت هذا المنظم في الاسواق وساعدني، لميت فيه دواوات ديالي. هو نورمالمون يعني يستعملوه للميك اب الماكياج، لكن انا ساعدني الدواوات لايمهم لي كامله، فيه دي تيغوار يتفتح منا يتفتح من اللور. المهم فكره عجبتني ساعدتني وشاركتها معكم. لقيت في التعليقات بزاف اخوات قالوا لي انا هذا المنظم ما يفدناش يعني 30% من الدواوات اللي عندنا. عرفت باللي عندهم المرض المزمن، معناتها عندهم بطا كيما هذه تاع دواوات لي ديابيتيك يعني لي زيبرتوندو. المهم ربي شافي ويعافي كل واحد يا رب العالمين. كيف حبيت نشارك معكم هذه الفكره اللي هي الفكره تاع بيلولي. البيلولي هو عباره على بايط يجو فيهم مكتوبين فيهم ايام الاسبوع كيما راكو تشوفوا، ديمونش اللي هو الحد، لوندي، ماردي، ميركودي، جودي، فوندردي، سامدي. هذا البيلولي ما يديرناش مكان ويلي يمنع هاد البطا اللي راكو تشوفوا فيها، اللي على بالي بلي عندكم دواوات كيما هكذا. سكيفي واش نديرو؟ مره في الاسبوع البنات نحكمو هاد البيلولي نستفو فيه دواوات تاعنا. هاد البيلولي باغ اكزومبل اليوم رانا بون، انا راني ديمونش مي نتوما غدوا تشوفوا يعني تشوفوا لا فيديو. ها هي ليك ديمونش مثلا، ها هي الاحد، واش نديرو هنا واش مكتوب فيها؟ استنى نحاولو، استنى بلوتو شوفوا واش عندنا. ماتان، ميدي، سوار، نوي، الصباح، عطناش، العشية، وفي الليل. نستفو دواوات تاعنا، معنتها عندي أنايا الصباح زوج حبات، ندير زوج حبات، عندي ثلاثة حبات، ندير ثلاثة حبات، عندي أربعة حبات، بعيد شرا عليكم. نديرو هكذا في كل كومبارتيمون، نحط الدواوات اللي لازمني، وبعد هاد البطا بيلولي نجبد البطا نستفو أنا قبل لا، ندير مرة في الأسبوع نستف الدواوات ديالي كاملة، وبعدا نتهنى. نعود نرفد الباطا نحطها كساسوا في الصاك بالنسبه للخدامين ولا لي يخرجوا. شوفوا ما تديش كاع مكان، مام هو بداتو كامله شوفوا ما يديش كاع بلاصه. ولا باغ اكزومبل كنتي قاعده في الدار ترفدي بيلولي ديالك تحطيه في كاش مضرب هكذا، وكل ما يلحق الوقت ترفدي الحبيبه اللي تحوسي عليها. هذا البيلولي تانيك البنات يساعد الناس اللي عندهم شيوخه ولا جايز في الدار وعندهم اكو تعرفوا مساكن كاع يمشوا بالشكاره تاعهم، ايبا هذا البيلولي يساعدكم ينظم لكم دواوات ديالكم، يخلوكم ما تنساوش. باسكو كي يكون عندك بيلولي ماشي كيما باطا تبداي تقولي يا شربت هذيك الحبه تاع ولا ما شربتهاش، شربت تاع طناش ولا ما شربتهاش. هنا كي ما تشربيش تبان لك، هنا كي ما تشربيش تبان لك. علاش؟ باسكو تلقايها في الكومبارتيمون تاع ماتا تاع الصباح تاع العشيه تاع في الليل. سكيفي دوك انا هاد البيلولي تقدروا تلقاوه في لي فارماسي، تقدروا تكومونديوه من سيغتان فارماسي. الحمد لله دوك كاين التاويل. يعني هاد على بالكم انا هاد الهضره هادي كنت حابه توت سويت يعني الفيديو الموالي كنت حابه نديرها، لكن راكم تشوفوا الافكار بزاف والوصفات بزاف مازال ما لقيتش روحي. المهم ان شاء الله برك الفكره تاع البيلولي هذا تكون نفعتكم. انا هذه البنات درتها للدواوات تاع الدراري، راكم تعرفوا تاع لا كونستيباسيون كيما مانيزيوم ديالي انا هذا من داك ندير به اون كور كيما باغ اكزومبل الدواء تاع لا كونستيباسيون تاع لا دياري، السيرو تاع السعله، هذاك لونتي انفلاماتوار سورتو تاع الحمى كيما هنايا لي باراسيتامول، لي سوبو كيما قالوا لي الفريجيدر. انايا ندي دو سوبو سكور نحطهم في الثلاجه، والباقي البطا ما نكذبش عليكم نحطها هنايا. وقلت لكم البطا تتحط في مكان يكون معتدل معتدل، شوفوا كل وحده وين تحب تحط يعني البطا ديالها. كاين لي بواط فارماسي، ماشي كامل الناس تقدر تدي بواط فارماسي اللي دير ب 400 و 600000 و 800000. الحمد لله كاين التاويل، كاين يعني كاين النظام، نقدروا كيما كنتو تشوفوا هاد البطا ها هي لك معمره دواوات يا البنات، ربي يشافيكم ويعافيكم. ها هي لك في بطا تاع كرتون،
الوغ كو كاين تاع البلاستيك كاين التاويل، المهم نكونوا منظمين. لكن يعني الناس اللي عندهم بزاف دواوات وعندها شحال من كاشي تشربوا في النهار وعلى العام يعني المرض المزمن، ننصحها بهاد لو بيلولي لي فريمون جو لو تروف تري تري براتيك. علاش باغ اكزومبل شوفوا انا هادي اليوم ديمانش راني نحيتها خلاص، نروح نجبد تاع السامدي، نجبد تاع اللوندي، ها هي اللوندي منين نجبدها، شوفوا شوفوا ها هادو قاع يهبطوا، ونعاود نحطهم هادو من الفوق، وهكذا وهكذا هي تخلص البطا مره في الاسبوع. مره في الاسبوع نرفد الدواوات ديالي، نجبد من كل حبه ندير في الكومبارتيمون، والباقي نعاود نرجعو لبلاصتو. هذه يا خواتاتي بالنسبه لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون نفعتكم، ونقول لكم حبيبه قلبي الى فيديو واحد اخر، دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.